فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول: إذا خرج أناس إلى البر مسافة قصر ووافق خروجهم يوم الجمعة، فهل يصلون ظهرا؟ وإذا صلوا الظهر هل يقصرونها مع العصر؟ نعم، إن كان حولهم مسجد صلى فيه الجمعة يسمعون الأذان يذهبون يصلون مع المسلمين الجمعة. أما إذا كانوا في بر ولا حولهم مسجد جامع يتصلى فيه الجمعة فيصلونها ظهرا ويقصرونها. وأما الجمع فإنما يباح في حالة السير، في حالة السير في الطريق. أما إذا كانوا نازلين في البر يصلون كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم.